أكيد طبعا العيشة مع نساء الأبراج مختلفة، يعني هما مش زي بعض. مثلا النساء النارية تلاقيها شجاعة وممكن عندها حتة اندفاع، غير النساء المائية اللي ممكن تلاقيها حساسة ورقيقة، غير النساء الهوائية اللي هما رتم حياتهم سريع أوي، غير الترابيين اللي هما متأنيين ودقيقين جدا. عامة في حلقة النهاردة أنثى أنثى، من أول الفارسة العنيدة أنثى برج الحمل، ايه شكل الحياة مع الأنثى دي؟ وازاي انت ممكن تتعامل معاها بما يتوافق مع فلسفتها، او زي ما احنا بنقول كده من الآخر تكسب دماغها يعني. ولكن خلوني ارحب بيكم سريعا في البداية واقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ان شاء الله تكون سنة سعيدة علينا كلنا ونحقق كل امانينا فيها. وياريت اللي مشتركش في القناة يشترك عشان اشعاراتنا توصل له، ودوسوا لايك رجاء لو شايفين الحلقة دي مفيدة توصل لبقية اصدقائك، وشيروا على قد ما تقدروا. وتعالوا بينا نبتدي بالفارسة العنيدة. الفارسة العنيدة انثى برج الحمل، انثى برج الحمل لو قفلت منك هتعقدك، ولو حنت عليك هتدلعك. هي الحملوية كده، يعني لما بتقفل بيبقى الموضوع عندها صعب قوي، ولما بتحب ان هي تدلعك بتدلعك قوي. ومعظم اناث الحمل على فكرة يمتلكوا جسد جميل او جسد متناسق او مقسم زي ما احنا بنقول بالبلدي كده يعني. دائما او معظم مواليد اناث الحمل، ودي معروفة جدا في علم الفلك، بيمتلكوا جسد ملفت. اما الثورية فهادية ومتأنية ودقيقة جدا، وما بتعرفش ان هي تزوق الكلام، وطموحة وتحبك انت كمان، طموح وتحافظ قوي على كلمتك، وتحب الحاجة السيمبل والواضحة، وتحب الراجل التقيل قوي، وما بتنساش اي حاجة بالذات الإساءة. ودي ممكن بقى تكون يعني تخلي حياتك صعبة شوية معاها، او انت كأنثى كمان لو اتعاملتي معاها. أنثى برج الثور ممكن يعني ملكة الرزانة او العقلانية زي ما احنا بنقول، ممكن تتناسى بس ما تنساش، وهو ده الفرق بين المعنيين. اما الجوزائية بقى ملكة الدلع والفرفشة والمرح والسعادة، زي ما انت عايز تقول قول، مش نكدية ابدا الانثى دي، ودي من اجمل الصفات اللي بتميزها. انثى برج الجوزاء عايزاك معاها مطرح مطروح، ويعني حياتها او كلامها ممكن يبقى لا منطقي شوية، ومطلوب منك ان انت ما تقعدش تدقق معاها على الواحدة يعني. قالت لك مهما تقول لك احلم معاها، امشي معاها في اي اتجاه هي عايزة. تحب قوي الراجل اللي رتم حياته مش هادي لكن سريع، كل ما تكون سريع تحبك اكتر، وتحب الجريء قوي، ما تحبش اللي هو بيتكسف واللي هو الخجول، ولا الرومانسي قوي 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 زيادة عن اللزوم، ولا اللي هو بيندلق يعني. في رجال تندلق قوي فتوصل لمرحلة الخنقة مع أنثى الجوزاء، ده مش حلو أبدا إن أنت تخنقها، لازم تديها مساحة زيها برضو زي رجل الجوزاء في النقطة دي. أما بقى سندريلة نساء الأبراج أنثى برج السرطان، فدي لازم تخلي بالك من نظراتك قبل أفعالك، لأن ممكن بنظرة عنيفة تجرحها، ودمعتها يعني قريبة قوي، وأنثى رقيقة قوي ورومانسية قوي. واعكس هنا، اهتم بيها قوي. الجوزائية لو افورت بالاهتمام معاها ممكن يجي بنتيجة عكسية. السرطونة كل ما تزود في الاهتمام كل ما تتعلق بيك اكتر. أنثى برج السرطان دايما كده تحب يعني جوزها يبقى شبه والدها، او يعوضها في المقام الاول عن حنان الاب، بتلاقي الحتة دي فرق قوي مع السندريلا. البرنسس بقى انثى برج الاسد، اهم شيء مع انثى برج الاسد انك تحسسها بقيمتها او تديها البرستيج بتاعها، خاصة بقى قدام الناس، قدام الاهل، قدام العامة. حاول ما تمشيش معاها بصيغة الامر اعملي، لا خدها بالسياسة، وهي من الاناث اللي بتحب الكلام الحلو قوي. وانا اتكلمت عنها وقلت انها من الاناث اللي بتعشق المديح بطبعها، يعني بالكلمة الحلوة والكلام الحلو اللي بيحسس الانثى دي بقيمتها، تقدر ان انت تاخد منها كل حاجة، وتبقى زي ما احنا بنقول يعني زي السمنة على العسل كده مع بعض. انثى برج العذراء قنبلة الذكاء، انثى يعني حمولة جدا جدا، ولكنها طابع طبعا الابراج الترابية ما بتنساش،
وبتخزن وبتشيل، ولكن هي عقلانية جدا، ناقدة، يعني ما بيعجبهاش الحال المايل، يعني لو عملت أي خطأ مش هتعدهولك وهتقولك ما ينفعش وكان المفروض تعمل كده، وممكن تتك عليك في حتة النقد أو حتى توجيه النصيحة، ولكن هي أنثى عظيمة جدا وطموحة، والرجل دايما اللي مرتبط بيها دايما بيكون رجل ناجح ومخططة جيدة وعندها صبر وست بيت هايلة وكاتمة جدا للأسرار، وتحب إن هي بتسمع حلو. أنثى برج العذراء ما تملش هي من كثرة السمع عامة. العسل بقى، أنثى برج الميزان، أنثى فرفوشة نعنوشة وتحب الفرفشة والنعنشة، وأنثى صاحبة قوة ناعمة كبيرة أوي، وأنثى برضه زي ما احنا بنقول نغشة كلمنجية، لسانها حلو وبينقط سكر زي ما احنا بنقول، وتحب تبقى خفيف معاها، يعني خف كده عشان الدنيا تبقى لذيذة وانت بتتعامل مع العسل أنثى برج الميزان. بلاش الريتم اللي هو الهادي قوي زيادة عن اللزوم، لما تتجنن اتجنن معاها، ولما تبقى واقعية خليك واقعي معاها، وإياك من البخل معاها لأنها أنثى تمشي بمبدأ اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، وأنثى بتحب إن هي تستمتع بحياتها قوي. العقروبة فاتنة وفارسة أحلام معظم الشباب إن لم يكن كلهم، بتحب الرجل التقيل الغامض اللي مش يديها كل اللي هي عايزاه بالذات في وقت واحد، يعني اللي يشوقها على ما يدوقها. أنا دايما بحب أستخدم التعبير ده لأني بحس إن هو موضح قوي، وتحب الرجل الناجح واللي مش مشتت، يعني ما تحبش اللي هو مش عارف هو هيروح ايه ولا اللي بيعتمد على غيره، وتحب ان انت يكون قرارك من دماغك ولازم تشاركها في الصغيرة قبل الكبيرة وتاخد رأيها، وعلى فكرة رأيها قوي جدا، وأجمل ما يميزها إنها تجمع ما بين العقلانية وما بين الرومانسية، ما بين الخيال وما بين الواقع، عندها قدرة كبيرة على المزج بين الصفات المختلفة دي. أنثى برج القوس أيضا أنثى فرفوشة جدا وتحب الضحك والهزار، وتحب إن أنت تديها قيمتها أوي، وبرضه زيها زي النساء النارية بتحب أوي الكلام الحلو وتعشق المفاجآت، وتحب أوي هدايا اللبس، يعني تسأل أنت كرجل أو أنت صاحبت أكتر حاجة تفرح أنثى القوس إيه؟ اللبس. اللبس ولا سيما لو عرفت اللبس اللي هي بلاش رتم حياة هادي قوي وبطيء قوي وتتكلم ببطء قوي وتاخد قرارات وتحسب لها قوي، هي أنثى ما بتحبش تعقد الدنيا ولا الأمور، ودايما تديك طاقة إيجابية ودفع للأمام، ومحبوبة جدا جدا من الجميع، ودي صفة لا تقدر بمال. لو معك كنوز الدنيا ممكن ما تقدرش ان انت تخلي نفسك محبوب من الجميع. المرأة الحديدية والكبرياء الذي يناطح السحاب. إذا قلنا إن أنت لازم تدي الأنثى برج الأسد برستيجها قوي، فلازم أيضا تدي للمرأة الحديدية أنثى برج الجد برستيجها قوي، وهي عنيدة وصلبة وقوية وتتحمل المسؤولية، وست بيت شاطرة قوي وقراراتها صارمة قوي، وصعب إن هي يعني تصبر أو تدي فرصة تانية لمن يخطئ كثيرا في حقها. أنثى برج الجد فيها الصفة دي ما بتنساش، شيالة صراحة لو انت عملت معاها اي موقف، ما بتعرفش ان هي تسامح بسهولة وتشترك مع العقربة، تحب دايما الرجل الناجح اللي مش مشتت الواثق من نفسه، وهي أنثى واثقة من نفسها جدا جدا جدا، ورأيها صائب لأبعد الحدود، ورزينة وتتمتع بذكاء خرافي لدرجة ان هي ممكن تفهمك من نظرة عين، ولكن أيضا ما يعجبهاش الحال المايل وما تعرفش تشوف الغلط وتتقبله أو تعمل حاجة غصب عنها. أنثى برج الدلو عكسها بقى بشكل كبير، أنثى رايقة قوي وشايفة إن الحياة أبسط من كده وممكن ما تعقدش الأمور خالص، أنثى يعني زي ما احنا بنقول كده إتها فرطة زي ما احنا بنقول، تحب إن هي تبقى شيك في كل حتة، تحب الناس قوي وتحب السهرات وتحب الحفلات والخروجات والصحاب، وأنثى أصيلة
أصيلة في العشرة بتاعتها، دايما تلاقيها كده تفتكر أصدقائها بتوع الطفولة أيام الجامعة، جدعة أوي، خدومة أوي، لو أنت قصدتها في حاجة أو ميلت عليها في حاجة تلاقيها دايما تحاول إن هي تقدم لك اللي تقدر عليه، وأنثى تأنف يعني بتقرف من المواقف ممكن المشمئزة. وأكبر يعني أنثى برج الدلو ممكن أكتر عقاب تعاقبك أو تعاقبك بيه هي الابتعاد أو تطنيشك، مش من الإناث اللي هي تقعد بقى كل ما أنت تغلط وتعالى وأنت عملت كده ليه وما ينفعش، لا ممكن تسيبك كده وتنفض لك أو تطنشك أو تتعامل معاك أو معاكي على إنك شيء على الهامش، وده يوجعك أوي، وهي شاطرة أوي وتجيد أوي وصاحبة قوة ناعمة أوي في المواقف اللي زي دي. أنثى برج الحوت حنينة أوي ومعطاءة أوي، تلاقيها أم وحبيبة وزوجة وبنت وعشيقة، مغرية جدا وتستطيع إغراء الرجل، ضحكتها ملفتة، مشيتها، نظرتها ناعمة أوي، صاحبة قوة ناعمة فظيعة، ممكن تتفوق على أنثى برج الدلو في امتلاكها للقوة الناعمة، ولكن زيها زي أنثى برج السرطان ممكن أي حاجة تأثر فيها وسهل إن أنت تجرحها، ولو بتحبك سهل إن أنت تصالحها، بس ما تطولش عليها أو ما تطوليش عليها لأنها بتزعل لما تحس إن هي هانت عليك بشكل كبير، يعني بتزعل قوي والحتة دي بتفرق معاها بشكل كبير قوي. اكتبوا لي آراءكم في الحلقة دي، أنا بقرأ كل تعليقاتكم، الانستجرام، الفيسبوك، قناتنا التانية، كل الروابط دي في وصف الفيديو. وأول تعليق عندنا الليلة لايف الساعة 11 بتوقيت مصر على الفيسبوك، وقبله بساعة الساعة 10 بتوقيت مصر على الانستجرام. اشتركوا بقى عشان نبدأ إن احنا نكون مع بعض في كل مكان، وإلى اللقاء لحد ما نلتقي في اللايف.